فيه يا أندلس. هي التاريخ هنا غرناطة آخر معاقل الإسلام في الأندلس، واليوم حنزور معلم من أشهر المعالم السياحية في العالم، قصر الحمراء، أشهر صرح معماري للهندسة الإسلامية في أوروبا. كونوا معنا. من يصدق إن هذا مصلى، مصلى السلطان في مدخل الحمراء، مسجل هنا أقبل على صلاتك، تنعم بحياتك، ولا غالب إلا الله، في إطلالة خيالية على غرناطة. شوف يا ماهر، الضيوف إذا جو للسلطان وين يستقبلونهم عشان إذا طفشت تستمتع بهالإطلالة. الله يا أبو فهد، الشهادة هذا لوحة، لوحة فنية. هذا القصر فيه مراوغة عجيبة، تعالوا. أول ما ندخل كأننا نمشي في ديوان شعري، شعر ابن زمرك وابن الجياف في كل مكان، كأننا فاتحين صفحة كتاب من الشعر وداخلين. على طول تلتف بك الطرقات مراوغة، ليش؟ عشان هذه الزوايا في حال الهجوم على القصر تصبح نقطة مقاومة ويسهل الدفاع عنها. والآن بوريكم مفاجأة من مفاجآت الحمراء. الله الله على الجمال. هذا بحو الريحان، وهنا مكان السلطان، وأمامه هذه الحديقة الجميلة، وهنا الأجنحة الملكية. إحنا الآن على موعد مع أشهر سلاطين بني نصر، أبو الحجاج يوسف. يطلع من الجناح الملكي ويروح على قاعة قمارش. أخذنا موعد من الحاجب وقال حياكم الله. شوفوا الأبهة، شوفوا الجمال. من يصدق إن هالسقف المزخرف بالخشب الخالص من 8 طبقات قبل مئات السنين. ديوان من الشعر، صورة الملك مسجلة على كامل الحائط. بوريكم مكان الحاجب. هنا كان مكتب الحاجب، فيستقبلك ويخليك شوي في الانتظار. طل على اليمين مكتوب قليل الكلام يخرج بسلام. طل على اليسار مكتوب من حسن كلامه وجب إكرامه. هنا الترغيب وهنا الترهيب، فن والإبداع في جميع أجزاء قصر الحمراء. هنا كانوا يحطون إناء الماء، فقبل تأخذه شو مش مكتوب؟ فبالنبي المرسل اختم بخير عملي، يذكرونك بالصلاة على النبي. أجمل الأحياء اليوم عندنا يسمونها بالحمراء، يسمونها بغرناطة. هذا أجمل أجزاء القصر، قام على معادلتين، معادلة الرياضيات ومعادلة الماء وخرير الماء. هذه أشهر نافورة ماء في العالم، يسمونها نافورة الأسود. الماء يخرج من أفواه.